طبعا احنا دايما بنحرص في التجمعات اللي فيها الشباب مع النقيب او مع المجالس العامه، بنحاول قدر الامكان التجمع الشباب مع النقيب لتواصل الافكار وفهم افكار النقابه العامه وخططها لتطوير الشباب ولتطوير النقابه العامه. طبعا اللقاءات دي ضروريه جدا، تواصل مع الشباب وفهمه عشان النقيب يفهم اراء الشباب والشباب يفهموا راي النقيب وخطط النقابه العامه في التطوير للنقابه العامه كمباني وكبنيه تحتيه وتطوير الثقافه القانونيه للشباب. طبعا الشباب لازم يستفيد من الادوار، ده دور اعضاء الشباب، اعضاء الشباب واعضاء المجالس الفرعيه عامه. التواصل ما بين الشباب وما بين النقابه العامه ده شيء مطلوب جدا. طبعا طبعا شرفني ان احنا نشارك النهارده، وكنت مسؤول على المشاركه بعدد من شباب محامين المنصوره، شباب محامين الدقهليه، وطبعا المشاركه جميله ان احنا نتواصل مع اعضاء، التواصل بين الشباب على مستوى الجمهوريه هي فكره جميله. الحاجه الثانيه ان التواصل بين، يبقى في تواصل بين الشباب وبين السيد النقيب مباشره، يسمعوا ويسمع اقتراحاتهم، ودي مبادره جميله من النقيب ان يبقى في تواصل مع الشباب، لان اوقات بيبقى فيه هو حاليا النقيب هو حلقه الوصل بين شباب بين شباب المحامين وبين النقاب. والله انا النهارده سعيد جدا لملتقى الشباب الاول، على الرغم ان احنا كنا نتمنى ان هو يكون بدري عن كده، لكن السيد النقيب كان حريص ان هو يعمل مؤتمر للشباب، واختار التوقيت ده لان التوقيت ده يبقى فيه اكبر قدر ممكن مشارك من المحامين، وفي دمج ما بين الثقافات المختلفه لمحامين الصعيد او محامين الوجه البحري بثقافاتهم على اختلاف ثقافاتهم، ويبقى في تجمع. هذا التجمع يتم فيه تبادل الافكار ما بين الشباب المحامين في الصعيد وفي الوجه البحري وفي كافه النقابات، ويكون هناك لقاء مفتوح من القلب الى القلب بين النقيب وبين شباب المحامين على مستوى الجمهوريه بدون عازل وبدون اي فاصل بينهم وبين النقيب. يتبادلون الافكار، يطرحون الاسئله بكل حريه، ويجيب النقيب ويتبادل الافكار، ويبقى في ان شاء الله مؤتمرات ثانيه ان شاء الله في الاونه القادمه باذن الله. حرص النقيب العام على انعقاد مؤتمر الاول في بورسعيد للشباب هو بيخص الشباب في المراحل القادمه، والمراحل القادمه لشباب المحامين لدخول في العمل النقابي وتزويدهم في العمل العام كوجه عام. طبعا وجهات نظر الشباب دائما قريبه جدا من وجهات نظر النقيب العام، ودائما مساند لاعضاء الشباب وشباب المحامين بوجه خاص. شكرا. طبعا احنا قاطعين تقريبا بتاع 1300 كيلو عشان خاطر نحضر المؤتمر. يعني اكيد طبعا المشاركه في المؤتمرات بتفيد الشباب المحامين، بالاخص للتعارف مع جميع النقابات الفرعيه، يعني دي يعتبر اهم نقطه في المؤتمرات اللي بتنعقد، يعني التعارف وتبادل الثقافات وتبادل المعلومات القانونيه. بسم الله. ويعني انا شايف ان المؤتمر يعني ما شاء الله يعني ظهر بنظر مشرف، و ان شاء الله يطلع باستفاده كبيره يعني للشباب. أيوة. المحامين كلهم. ايوه والله هو اكيد طبعا بيستفاد، وهو زي ما قلت يعني يعتبر بالنسبه لي انا وجهه نظري الاستفاده الاولى تعرف على طبعا الزملاء في النقابات الفرعيه الثانيه، يعني دي لوحدها استفاده كبيره. يعني يوم ما محامي يحتاج مثلا اي حاجه من زميله في اي نقابه فرعيه او اي محافظه بيلاقي زميله بيسنده. وبالنسبه طبعا يعني خروج النقابات الفرعيه من النطاق بتاعها عشان تتعارف او ان هي تتبادل المعلومات او تتبادل وجهات النظر او ارائها في مستقبل النقابه، دي يعني حاجه اكيد مهمه طبعا جدا. فاكيد المؤتمرات مفيده جدا وليها اهميه كبيره يعني في النقابه. بسم الله الرحمن الرحيم. نقابه جنوب سيناء بتشارك باعضاء شباب من جنوب سيناء في المؤتمر اليوم، وجايب بعدد كويس ان شاء الله، وان شاء الله تكون مؤتمر كويس. يعني السيد النقيب سامح عاشور عمل مؤتمرات كويس بالنسبه للشباب، واخر مؤتمر بالنسبه للشباب المحامين اللي هو اسال النقيب، والسيد النقيب سامح عاشور متواصل كويس مع شباب المحامين، والحمد لله سعيه الدائم لتطور شباب المحامين وبيساعدهم على انجاز اعمالهم الحمد لله. يعني ان شاء الله.